متابعينا الكرام، أسأل الله أوقاتكم بكل خير. إليكم آخر التحديثات الجوية لدينا من طقس العرب. هذا التحديث سيتناول أهم المستجدات بشأن المنخفض الجوي العميق أو العاصفة التي تتأثر بها دول عديدة في مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي صنفت في طقس العرب وفقا لمقياس شدة المنخفضات الجوية في الأردن في الدرجة الرابعة. كما لاحظنا خلال ساعات نهار هذا اليوم كان هناك اشتداد واضح للرياح الجنوبية الشرقية، والتي عملت على حدوث عاصفة ترابية أثرت على عموم المناطق الشمالية والوسطى على وجه الخصوص، وامتدت حتى إلى الأراضي الفلسطينية لاحقا. أيضا كما تلاحظون هناك سحب، هذه الغيوم باللون الأسود هي سحب رعدية ممطرة، هذا نوع من أنواع المسح عبر الأقمار الاصطناعية. يمكن مشاهدة أنواع السحب، نلاحظ وجودها في مناطق مختلفة ومتفرقة من المملكة. هذه السحب تجلب بعض الزخات المطرية التي قد تكون أحيانا رعدية في بعض الأنحاء. لكن ننتقل إلى الأراضي المصرية، مكان تشكل هذا المنخفض الجوي. في آخر القراءات الواردة لدينا بدأ هذا المنخفض الجوي ينضج ويظهر على صور الأقمار الاصطناعية بدوران واضح. هنا عملية صعود الهواء الذي أمام المنخفض الجوي اللي هو أكثر دفعا وأكثر عدم استقرارية، كما تلاحظون يدخل من الأراضي المصرية من الجنوب ثم يتحرك بالاتجاه الشمال الغربي، وعلى الجانب الآخر بدأت هذه السحب بالدوران حول المركز. إذن يمكن عبر صور الأقمار الصناعية استنباط بأن المركز يقع في هذه المنطقة تقريبا، أي إلى الغرب من مدينة القاهرة. وكما تلاحظون دوران السحب أصبح واضح للغاية خلال الساعتين الماضيتين عبر هذه صور الأقمار الصناعية. طبعا في عموم مناطق الأراضي المصرية الوسطى والجنوبية هناك عواصف ترابية شديدة جدا. القاهرة الآن تتعرض لزخات رعدية شديدة من الأمطار، هذه الغيوم السوداء الداكنة تدل على وجود عواصف رعدية شديدة. وكما تلاحظون من دوران هذه السحب بهذا الأسلوب ينم على عمق المنخفض الجوي، والذي من المتوقع أن يشتد عمقا خلال الساعات القليلة القادمة، ويصبح دورانه بشكل واضح وكبير في الأراضي المصرية، ويتسبب بهطولات شديدة جدا للأمطار، استمرار للرياح العاتية والعواصف الرعدية. عودة إلى الأردن، وماذا يتوقع أن يحدث خلال الساعات القليلة القادمة؟ إذن هذا الجانب من المنخفض الجوي هو الجانب الأشد من حيث عدم الاستقرارية، نلاحظ كيفية تطور السحب أمامه. وكما أيضا نلاحظ بأن أمام هذا الجانب هناك خروج تقريبا لبعض السحب، وبالتالي نتوقع تراجع قليل ومؤقت للحالة الجوية من ناحية الأمطار خلال الساعات القادمة. ولكن هذا المنخفض الجوي بمنظومته الكاملة يتوقع أن يبدأ أن يتحرك باتجاه الشرق والشمال الشرقي، وبالتالي يتوقع هذا الحزام من السحب الشديدة أن تضرب سماء المملكة خلال ساعات مساء هذا اليوم. كما تلاحظون هذه الحركة كلما اقترب المنخفض باتجاه المملكة سيقترب هذا الحزام من السحب الشديدة الرعدية، وبالتالي نتوقع أجواء رعدية هذه الليلة مصحوبة بأمطار غزيرة في أجزاء مختلفة من المملكة. وبالتالي ندعوكم إلى الانتباه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وعدم المغامرة في الذهاب لأي مناطق خلال ساعة هذه الليلة. على الجانب الآخر، عند اقتراب هذا المنخفض الجوي من منطقة القاهرة واشتداده في نفس الوقت، يتوقع أن تهب رياح شرقية شديدة السرعة على عموم مناطق المملكة. هذه الرياح ستكون قادمة من أراضي شبه الجزيرة العربية. طبعا هو ذلك ناتج بشكل طبيعي لحركة دوران المنخفض، لأن الهواء حول المنخفض الجوي يسلك هذا المسار، وبالتالي في هذه المناطق يدخل الهواء بقوة باتجاه البحر ويلتف حول مركز المنخفض، وكلما اشتد عمق هذا المنخفض الجوي تشتد الرياح حول هذا المنخفض الجوي. فبالتالي نتوقع هذه الليلة اشتداد كبير في سرعة الرياح الشرقية إلى الجنوبية الشرقية. وبسبب الطبيعة الجغرافية المرتفعات الجبلية في غرب المملكة ووجود الأغوار، فيتوقع أن تعبر هذه الرياح المناطق الجبلية ومن ثم تهبط بسرعة حادة جدا إلى مناطق الأغوار، لتسجل قيم قياسية غير معتادة لهذه المناطق وغير مسبوقة، كما تشير بذلك نماذج التنبؤات الحاسوبية. فبالتالي هذه الليلة يتوقع اشتداد كبير على سرعة رياح، نتوقع رياح عاتية وعاصفة. هبات هذه الرياح قد تتجاوز 120 كيلومتر بالساعة، وهي ستكون يعني كبيرة. وسبب طبعا أيضا بسبب هذه الرياح التي ستكون قادمة من مناطق شبه صحراوية، نتوقع تجدد وتكرار بعض العواصف الترابية التي ربما تطال المدن الرئيسية، وبالتالي تدني كبير متوقع لمدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق الصحراوية، وقد يطال بذلك بعض المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان. وبالرغم من ذلك كما ذكرنا سابقا، يتقدم هذا الحزام من السحب الكثيفة الذي نراه في المناطق المصرية تدريجيا باتجاه المملكة خلال الساعات القادمة. طبعا مع وجود هذا الدوران للمنخفض الجوي وبدء تحركه تدريجيا باتجاه الشرق، يتوقع أن يصل هذا الحزام باتجاه المملكة، وبالتالي
وبالتالي لا نستبعد وجود أمطار رعدية هذه الليلة. هذا كان كل ما لدينا من تحديثات حتى اللحظة. قبل الختام نعاود مرة أخرى يعني إطلاق بعض التنبيهات والنصائح الهامة. الأمر الأول هو الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والمناطق المنخفضة، والأمر الآخر هو تثبيت المقتنيات الخارجية وخاصة على الأسطح، كون ذلك يشكل خطر كبير بسبب شدة سرعة الرياح. كذلك الحال تخفيف السرعات بالنسبة للشاحنات والآليات الثقيلة أثناء مسيرها على الطرق الخارجية. وأيضا ندعوكم دائما إلى الانتباه من ازدياد كثافة الغبار التي قد تؤدي إلى بعض المضاعفات في الجهاز التنفسي والعيون. كذلك ندعوكم إلى الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية الناتج عن طبعا المسير على الطرقات أو ناتج عفوا عن الغبار أثناء المسير على الطرقات. وكذلك هناك التنبيه، ربما نسيت أن أذكره، بأن هناك ارتفاع كبير في أمواج خليج العقبة خلال الساعات القادمة، وبالتالي تنبيه من ارتياد البحر. تنبيهات عديدة، منخفض جوي عاصف درجة رابعة هو من أقوى المنخفضات يؤثر على المنطقة والمملكة، وبالتالي في نهاية الأمر ربما ننصحكم إلى عدم الخروج في ساعات الليل المتأخرة مع وجود هذه الذروة، ذروة هذا المنخفض الجوي، إلا للضرورة القصوى. كما سنتابع معكم أولا بأول آخر التحديثات. كان معكم محمد الشاكر، إلى اللقاء.